من أجل بعض القوانين التابعة للشركة ومن أجل حماية الزبائن الكرام، لقد تم توقيف خدمة تحديث البرنامج عن طريق الإنترنت أونلاين أبديت. ومن أجل استخدام هذه الخدمة مرة أخرى يرجى تتبع الخطوات. نلاحظ الآن، نذهب إلى الأول أبس ثم أبديت ثم أونلاين أبديت. connection to server up the server، لا يمكن الاتصال بالسيرفر. الآن نتبع الخطوات التالية للتحديث. نذهب إلى مستعرض الإنترنت ويب براوزر، نقوم بفتح الويب براوزر. نلاحظ الموقع الإلكتروني online.istar.at. نذهب إلى هذا الموقع ثم go. نقوم بالضغط على السوفتوير. الآن يتم تحميل السوفتوير على الجهاز. ننتظر قليلا لحين التحميل. الآن نخرج من برنامج المستعرض. نذهب إلى الأب إنستولر لوكال ديسك. نلاحظ أنه تم تنزيل الأصدار. نضغط عليها ثم إنستول. نضغط على أوبن أو فتح ثم أونلاين أبديت. يتم الآن ربط بالسيرفر. نلاحظ أن هناك نسخة جديدة متوفرة. نضغط على زر أوكي ليتم التحديث. يستغرق عملية تنزيل النسخة حوالي 10 دقائق، وذلك حسب سرعة الإنترنت لديك. ننتظر الآن قليلا لحين تنزيل النسخة على الجهاز، وثم سيتم تنصيبه. الآن يتم التأكد من النسخة. يرجى الانتظار. يتم التأكد من الباكيج. يرجى الانتظار قليلا. تم التأكد من الباكيج بنجاح. سيتم إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله من جديد. يتم الآن تنصيب النظام، ثم يتم إعادة تشغيل الجهاز. ننتظر قليلا لحين تشغيل الجهاز. الآن سيتم أبجريد البرامج لتوافقها مع النسخة. ننتظر قليلا لحين تشغيل الجهاز مرة أخرى. سنتأكد الآن من التحديث. نذهب الآن إلى الـ All Apps. ثم نذهب إلى الـ Update. نفتح البرنامج على التطبيق أونلاين أبديت. يتم الآن ربط بالسيرفر. النسخة المتوفرة حديثة. نذهب هان إلى برنامج الأونلاين تي في ليتم تجربته. سنلاحظ أنه لا يمكن فتح الأونلاين تي في. نلاحظ الآن لا يمكن فتحه لأنه تم حذف البرنامج أوتوماتيكيا. نذهب الآن إلى الـ All Apps ثم نذهب إلى الـ Online Apps. ننتظر حين فتح البرنامج. نضغط الآن على أيقونة الـ Online TV ليتم تنصيب الـ Online TV. ننتظر قليلا لحين تنصيبه. يتم الآن تنزيل التطبيق على الجهاز، ثم نضغط على انستول او تنصيب. سيتم الان تنصيبه. ننتظر لحين انتهاء التنصيب.
قمت بحذف برنامج الأونلاين موفيز أو أونلاين سيريز، بإمكانك تنصيبه من جديد من هنا، وأيضا برنامج اليوتيوب والبرامج الأخرى الموجودة بالجهاز. تم الانتهاء، نضغط على دن ثم نقوم بتنصيب البرنامج الأورينت سيريس المسلسلات. انستول، تنصيب، ننتظر الحين تنصيبه. أيضا دن، ثم نذهب إلى الأونلاين موفيز. انستول، تنصيب، وننتظر حين تنصيبه. دم، نذهب الآن إلى تي في، نذهب إلى الأونلاين تي في، نفتح البرنامج، نلاحظ أنه تم فتح البرنامج، نضغط على لوجن، سيتم الآن الولوج إلى السيرفر، تم الولوج إلى السيرفر بنجاح، نلاحظ أن تم إعادة القنوات من جديد.